برشا تكريز وغل وطحين أزرق سامحني في الكلمة. هيا مسيرة اليوم سلطول هي ترجمة العديد من السيرات اللي خرجوا من التحرير الشعبية. هي تنجم تكون فك حصار على الهجمة الأمنية اللي صارت على حوم الشعبية والاعتقالات اللي صارت. خاطر الإعلام شنو حب يقول؟ حب يعزل الحوم الشعبية باش يكون ناس ما عندهمش أهداف خارجين برابرا. أي أوركو معناها الناس ما تتذكرش البيانات اللي هبطت من الدوجيرز وزاباتيستا وجروبات الكورة قبل ما تصير حتى الاحتجاجات. وفي إشارة لمنظومة الفساد معناها ناس عندها وعي ناس تخرج تحتج لكن كل فئة راي عندها طريقة تحتج بها. هيا هيا تونس تونس دارنيير ما شنو ولات من مطمور روما لزبلة روما. الزبلة شنو لازمها المصب الزبلة شنو لازمه لازمه يتحرق من الاخر معناها يزي وفي يزينا من يتعاركوا ومن الداخل توا يتعاركوا ويحطوا معناها الكلاب متاعهم في الشارع بشتى انواع العنف والاستفزاز اللي على الدوائر متاع البرلمان. اللي الناس اللي خرجت اليوم راهي خرجت باش تقول رانا صبرنا برشا راهو 10 سنين وليت معناها الطبقه اللي كانت تحكم الاربع عائلات هما بيدهم لليوم زادوا استغناوا. الطبقة المتوسطة قضينا عليها ما عادش فما طبق ولاو فما أربع عائلات كرز في البلاد والباقي اللي دايرين نحن عامة الشعب الرعاع كان نخدموا عليها تمشي تخدم وتروح ترقد معناها. نحن مجموعة من الشباب الوطني موجود فينا المتحاسبين والمقاوشين وموجود ميم حتى الناس اللي ما عندهاش انتماءات سياسية أما الكلنا نحملوا نفس المبدأ ونحملوا نفس الخيار ونحملوا نفس البرنامج اللي هو راهي المنظومة هذية منظومة فاسدة. الهدف الوحيد متاحة والخدمة الوحيدة متاحة اللي قاعدة تقدم فيها بقلب ورب هي بيعان البلاد وبيعان العباد وهذا اللي خلينا مش نزيد ونهبطوا للشارع أكثر خاطر ما عنا ما نخسروا بخلاف القيود متاعنا. يظهر لي فتنا الخطوط الحمراء منغادي منغادي وقايت باش انها ترحل المنظومة هذه الكل مادام ما زلنا شادين الريتم. أنا مانيش نحكي على ثورة جديدة أنا ما زلت في نفس الثورة راه معناها فما ثورات دامت 100 سنة احنا 10 سنين والشعب مركحش راه على خاطر بوليس بن علي على خاطر هذاك هذاك شنو يعرف الميزانيه الكل ماشيه في هاو درشنيه بالماء هاو دبيبه درا الزبي درشنيه مثلا ليدوكاسيون وسبيطارات توا كورونا معناها مناكين امهم اما الفلوس كل ماشيه للحاكم المنايك هذايا معناها. فما ثوره اعلناها في ديسمبر 2010 راهي مازالت قائمه لليوم ومازال فما مد وجزر لكن مازلنا نضربوا بالبونية على المطالب اللي خرجنا عليها تحت زليز برشا تكريز اما زاد الدوام ينقب الرخام والبلاد هذه متاعنا انتوما اللي كريه احنا الملاك.